كمان الكابتن محمود الخطيب اثنى كمان على دور الحقيقه محمد الشناوي. محمد الشناوي قائد النادي الاهلي وكابتن الفريق اللي الحقيقه بيقدم داخل المستطيل الاخضر، احنا عارفين اللي ما يقدمه محمد الشناوي، لكن في الكواليس كمان محمد الشناوي يقدم الكثير من المجهودات، لم الفرقه، الحل لو في اي مشاكل على طول بتتحل بساعتها، كمان على مستوى التضحيات في سبيل النادي الاهلي. الحقيقه كان في بعض العروض اللي يعني كانت مقدمه لمحمد الشناوي، وعروض من انديه كبيره، بنتكلم على يعني من نادي النصر السعودي، من ويجن الانجليزي، لكن هو محمد الحقيقه فضل البقاء في النادي الاهلي مع جماهيره اللي بتحبه جدا. واحنا بنقول يعني اكيد ان محمد الشناوي بقى عنصر اساسي مش في النادي الاهلي بس، لكن على مستوى منتخب مصر. محمد الشناوي ما شاء الله بيقدم يعني ستيبل، يعني مستواه الحمد لله ثابت. في بعض المباريات ممكن تكلم مباراه واثنين طبيعي جدا ممكن المستوى ينزل، لكن محمد الشناوي اصبح يعني عنصر اساسي وعنصر قوي على مستوى القياده داخل الملعب وعلى مستوى كمان الفني. كل التوفيق لفرقتنا. الحقيقه الواحد فخور بجد، الواحد فخور ان ينتمي لهذا الكيان الكبير، وان النادي الاهلي بيمثل بلده وبيمثل القاره الافريقيه للمره الثامنه في تاريخ هذه البطوله والمره الثالثه على التوالي. صدقوني ارقام احنا مش حاسين بيها دلوقتي، ان شاء الله تستمر، وان شاء الله النادي الاهلي يكون دايما متواجد في هذه البطوله على المستوى العالمي. عندنا ثقه، عندنا يعني ما شاء الله مجلس اداره بيوفر كل الامكانيات سواء للعيبه او للجهاز الفني، عندنا جماهير وده حائط الصد الاكبر لكيان النادي الاهلي، عندنا جماهير بالملايين بتحمي فرقتها وبتحمي مجلس ادارتها ودايما واقفه ورا فرقتها، والجماهير عندها دايما طموح للافضل. يعني وانا ماشي في الشارع يا كابتن ان شاء الله نوصل للنهائي، يعني في طموح كبير جدا وفي امل، وليه لا؟ رغم طبعا بنتكلم على ريال مدريد، في اكيد فوارق فنيه على المستوى الفني والبدني وكل ده اوكي، لكن ليه لا ما تحلمش؟ ليه لا انك ما تحلمش انك توصل للمباراه النهائيه؟ ليه لا ما تحلمش انك تاخد كاس العالم للانديه؟ مين فينا كان يفكر ان منتخب المغرب هيصعد يصل للدور قبل النهائي في كاس العالم على حساب بلجيكا، على حساب اسبانيا، على حساب فرق كبيره جدا. البطوله بتبدا بحلم يا رجاله، البطوله بتبدا بحلم، ومش عيب انك تحلم وحلمك ياخدك لبعيد. وكرة القدم لا تعرف المستحيل، لكن احنا بناخد الامور الحقيقه يعني باذن الله باحترافيه كبيره، مباراه بعد مباراه. عندنا مباراه مع اوكلاند سيتي ان شاء الله نعديها، ممكن ان شاء الله نوصل للدور قبل النهائي ونلاعب ريال مدريد وتكون مباراه للتاريخ. الحقيقه كل التوفيق لفرقتنا، كل التوفيق لبعثتنا، كل التوفيق لتقديم صوره كالعاده صوره مميزه. النادي الاهلي بيقدم دايما صوره مشرفه للكره المصريه تمثل وتمثل حجم وكيان النادي الاهلي.